مرحبا المنورين نورات، ان شاء الله حياتكم في امن وامان باذن الرحمن. جيت نتحدث لكم اليوم على واحد البوابه اللي راها كاينه موجوده حاليا في شهر نوفمبر، وتحدثوا لي تلموا عليها المدربين ديالي في الاونه الاخيره. انني قلت ارى نقتسمها معكم، لان هذا النوع من البوابه الطاقيه هي بوابه قويه ومن اقوى البوابات اللي غنمروا بها. حيت انا ما كنهضر لكمش بزاف على لا بلان لون القمر والبوابات كتير، ولكن خاصه هذه خرجت نهضر عليها لانها من اقوى البوابات الطاقيه الموجوده في اخر 2021، واللي على الاساس ديالها وشنو غنديرو فيها وشنو غيكون فيها هي اللي كيفاش غادي تكون 2022. نتوما عارفين باننا اليوم كندوزو من واحد المرحله ماشي سهله على الكون وعلى البشريه وعلى الكون باجمله، الكوسموس باجمله ماشي سهله هذه المرحله اللي حنا كندوزو بها، فما بالك اخر هذه السنه اللي هي التقديم ديال السنه الماجيه. وشحال منا وفينا اللي راهم تيتساءلوا على فين غادي هذا الشيء، فين غادي هاد الشيء، علاش؟ انا ذكرت بزاف وشرحت بزاف في الماستر كلاس ديال قوى النور وقوى الظلام، ولكن هنا غادي نبقاو غير في شي حاجه مهمه جدا. اي واحد اختار الحب حقيقي بلا ايجو، اي واحد اختار المحبه التسامح، اختار التوازن حقيقي ماشي فيك، ماشي بالاوجه ماشي بالماسكات، اوكي؟ اي واحد اختار التركيز، التركيز وعدم التشتت، ونعاودها جروبات كلمات محادثات، تواجد في كل الأماكن، تواجد في كل الدورات، تواجد في كل المحطات الإذاعية، تواجد كيشوف التلفزيون كله، تيشوف البرامج كلها، تيشوف اليوتيوب كله، كيشوف الإذاعة كلها، يعني زيد ودخل في دورات ودخل بغيف بزاف. يكون التركيز، أوكي، يكون التركيز على حاجة واحدة، يكون التركيز مع شي حد واحد، مع ملف واحد، مع بلاصه وحده. كل ما كان التركيز، كل ما كان التنظيفات، عارفينهم اليوميه ديالنا او لا، لي ريتوال، داكشي اللي كنديروه في الصباح، اللي كنديروه في الليل، اللي كنديروه في العشيه، مهما يكون، تاملات على الشكر، على المحبه، على التنظيفات، على، المهم بنادم يركز في حاجه واحده. كل ما كان التركيز اقوى، كل ما كان التسامح في الداخل اقوى، كل ما كان النيه صافيه بزاف، كل ما غادي يكون عندنا قابليه اننا نستقبلوا الطاقه اللي جايه مع هذه البوابه الطاقيه الكبيره بزاف، لانها بوابه ديال انتقال لابعاد اخرى حقيقيه. يعني هي ماشي بوابه عاديه، هي بوابه طاقيه فيها ترددات عاليه جدا، وما هيدخلش فيها إلا اللي كان بهذه المواصفات: التركيز، المحبة، التسامح، النية الصافية، وزيد 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 وزيد، واللي خدموا واللي خدموا اللي باقيين راهم خدامين وناويين غاديين في الخدمة وفي التركيز، أوكي؟ إذا هذه البوابة فيها بحال فرصة إلهية ذهبية نورانية لأي واحد بغي يقفز قفزات من نوع آخر، لأن الوقت كنقولها وكنعود، الوقت كيتسارع وفيها قفزات خطيرة جدا. علاش هاد القفزات غيكونوا قفزات من نوع ترددات، لان احنا دابا في الطاقه ما سالينا من الوعي، صافي الحمد لله كلشي وعى، كلشي فاق، كلشي فهم، كلشي بدا كيفهم، دابا خاصنا الطاقه، خاصنا نعليو الطاقه، اوكي، باش نستقبلوا اي معلومه ربانيه صرفه من المصدر. خصنا نكونوا يكون عندنا واحد الارضيه مجهزه لهذا القفزه ولهذا الاستقبال، لان ماشي اي واحد غيستقبل، كلنا متاح لينا استقبال، كلنا الحمد لله، ولكن اسمحوا لي، من اراد المشيئه بيده. كاين المشيئه الالهيه الكبرى العظمى، وكاين المشيئه ديالك انت. اذا من يشاء هو اللي غيستقبل، اوكي، ولكن نجهزوا الارضيه اللي فين نستقبلوا. هذيك الارضيه ما يمكنش تكون مجهزه بكره، بانتقام، بتخربيق، بحكم، بتلفيق، بتزوير، بكذب، بخداع، لا ما يمكنش للاسف، ما يمكنش. لذلك هذه البوابه الطاقيه ما حدها زوينه، ما حدها فيها لو تري، ترياج يعني تغربيل،
فيها التغربيل لدرجة ما تصوروش العقل. يا اما نتوما غادي تقوموا بالتغربيل، نتوما اللي غادي تنظفوا، وانتوما اللي غتغربلوا، نتوما اللي غادي تبعدوا اللي خصو يتبعد، واما غيجيكم ناس غيعاونوكم على التغربيل، يعني ناس مجندين ليكم، ناس او خلق نورانيين من اي نوع، وغادي يعاونوكم على هذا التغربيل هذا الا نويتو. ونويو نوي بانكم غتستقبلوا ما امكن، ما هو جميل وحب ومحب، وما هو في التوازن الالهي ومفهوم الالهي والعظمه الالهيه. نويو بانكم غتنويو الاستقبال من هذه البوابه الطاقيه، نويو بانكم غتكونوا من بين الناس اللي مجهزين وحاضرين باش يستقبلوا المعجزات، يستقبلوا المعلومات اللي غادي تدير لكم قفزات باش تذكر الروح ديالكم. يا رب لك الحمد اننا نكون من بين هاد الناس اللي غادي يكون عندهم هذا الاستقبال والتركيز. عفاكم غنعاودها وغنكرر، غنبقى نعاودها ونكرر، التركيز والحب والنور والتسامح، اوكي، وعدم الحكم، ونكونوا صافيين في القلوب ديالنا، ماشي وجهنا تيقول حاجه وهضرتنا تتقول حاجه والعقل والقلب ديالنا تيقول حوايج اخرين. هذا راه الايجو اللي كيخدم بحال هكا. ونعاود نكرر ونعاود نزيد نشرح، لان دابا الايجو غادي يحس براسو كيزيد يتقج في هذه المرحله هذه، لاننا غنبغيو نسكتوه ونعطيوه بلاصه اصغر، ونخليه الحقيقه ديالنا والذات الحقيقيه هي اللي تتكلم. وباش تتكلم الحقيقه ديالنا غتتكلم بحب. الايجو تيتكلم بخوف، كيتكلم بعدم امان، تيتكلم بعار، تيتكلم بغضب. الذات الحقيقيه ديالنا لا، الذات الحقيقيه ديالنا يا رب كتكلم بأسماء الله الحسنى، كتكلم بالمصدر، كتكلم بالقلب الكبير، كتكلم بالامتداد ديال رب العالمين، شنو بغي يقول على اللسان ديالها. هذه هي الذات ديالنا الحقيقية، اوكي. دونك بوابة خطيرة، طاقية خطيرة، كتفتح لنا مجالات البعد السادس والبعد السابع وأبعاد أخرى وأماكن أخرى ومعلومات ربانية أخرى اللي الروح ديالنا نساتها مع لو فوال دوبلي اللي هو حجاب النسيان. ملي جينا نسينا بزاف د الحوايج، اما حنايا ما كنتعلموش، حنا كنتذكروا، حنا جينا نتذكر حقيقتنا الروحيه، ما جيناش نتعلموا غير هادوك اللي كنقولوا لهم معلمين روحانيين او حتى الرسل اللي دايرين بينا، تيجيو يذكرونا. كل واحد في حياتنا كيجي يذكرنا، حنا غير نسينا الروح ديالنا، غير نسات لان عطات المكانه كبيره للعقل والايجو فقط، وحنا جينا نذكروا حقيقتنا، حقيقتنا الربانية، شنو بغى ربي، ماشي شنو بغيت أنا كنفس وكعقل وكإيجو، شنو بغى رب العالمين. اليوم اللي بغى يتصل بالرحمن، اللي بغى يتصل بالحقيقة ديالو، غادي يكون تنوي أنه أي حاجة تجيه من عند رب العالمين، حتى ولو يتكلم، حتى لو ياخذ القرارات ديالو ياخذهم حكيمة جدا، قرارات حكيمة، كينوي وكيتصل مباشرة بالرحمن. وهذا إذا حنا اليوم غادي نعاود نجدد النية ديالنا في هاد شنو وقع تاع فوق الأرض، لأن الأرض هي كتعلي الطاقة ديالها مزيان مزيان بالذبذبات ديال شومان، كتعلي الطاقة ديالها، لأن هي الارض هي الاولى اللي بغات ترتقي، الارض هي الاولى اللي بغات تحقق التوازن الالهي في هذا الكون كامل، لان هي خلاتنا طغينا، ودابا اليوم هي الاولى كتتغير وكتعلي من الطاقه ديالها، وما حدا هي كتسرع من تغيير ديالها كارض ككيان كخلق من خلق من مخلوقات الله. حنا اللي فوق منها ونوينا تجربتنا الارضيه كتعاوننا حتى حنايا، كتعاوننا بهذا الشيء اللي كيوقع لينا. تنظيفات تنظيفات، راه ما كاينش في هذه الحقبه الحاليه، عندي اصدقاء مدربين، عندي صديقات مدربين، عندي حتى اصدقاء عاديين، ما كاينش اللي ما راهش في تنظيفات. يعني حتى ولو كنا نظفنا قبل سنين ديال 20 عام ديال 30 عام 40 عام 50 عام، كل واحد وعلى حسب السن ديالو، اليوم كيخرجوا لنا شي حوايج ما كناش شايفينهم، راهم حنا في التنظيف. يعني ما تحبلكمش راسكم غير بوحدكم راكم وقع عليكم شي حوايج وكاينين شي حوايج كيخرجوا، لا 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 لا، كاع الناس اللي لا اللي عندهم لا المعلمين الكبار ولا حتى الناس يعني العاديين اللي ماشي في التدريب وماشي في العلاج، كل شيء اليوم كينظف بغيتي ولا كرهتي، يعني بال 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 بالاراده ديال يعني بالوعي ديالنا كنظفوا ولا ما بغيتيش، لان ما يمكنش الارض
وكل ما يحيط بالارض ككون وكاكوان كل شيء كيتعلى دابا، كل شيء راه في ذبذبات وطاقه عاليه، وكل شيء كيغير من الطاقه ديالو من الترددات ومن كل شيء. اذا ملي كل شيء كيتغير وحنايا واحد، حنا اصلا واحد في الكون، حنا كلنا راه واحد، راه الايجو اللي مفرقنا بالجسم المادي ديالنا وبهادشي هذا، حنا راه كلنا واحد. اوكي، مادام حنا كلنا واحد اذا شنو شنو حتى حنا خاصنا نغيرو، حتى حنا خاصنا نرتقيو، حتى حنا خاصنا نتزعزعو، حتى حنا خاصنا نكبرو، حتى حنا خاصنا نفتتحو على حوايج اخرين، ما نبقاوش في الظلمات، ما نبقاوش في الظلام، ما نبقاوش في العادات والتقاليد البالية اللي جرنا لتحت، هادشي كله لان صافي من عصر الحوت لعصر الدلو، من الطاقات القديمة اللي هي طاقة الذكورة المتطرفة الى متن الطاقة الانوثة المتوازنة، هادشي كله راه تيحدث حاليا. اذا الا حسيتو بزعزع، حسيتو بشحال من حاجة، راه عادي، غير نتوما ركزوا. غنعاودها وغنكرر، نتوما التركيز والنية وبرنامج اليوم ونية اليوم والحماية والحفظ وبزاف ديال الحوايج، وديروا تأملات. ما تحتاجوش التأملات اللي كاينين في المواقع ولا لا، انتوما ديروا تأملات ديال الشكر، ديروا تأملات ديال التسامح، ديروا تأملات ديال التواصل مع الرحمن، ديروا الخشوع، ديروا الصلوات، ديروا انتوما اللي ديروا داكشي بوحدكم وركزوا. وكل ما درتيو بوحدكم واتصلتوا بالمصدر، كل ما المصدر عطاكم كيفاش، كل ما المصدر عطاكم. حنا هي كنذكروكم، حنا بحالكم هي كنذكروكم، حنا تذكرنا قبل منكم وانتوما كتذكروا حاليا فقط، هذا هو الفرق. اذا يا رب نويلكم في هذه الفتره الزمنيه اللي ماشي سهله، والله العظيم ما سهله، ولكن من اروع الفترات في حياتنا، اننا نكونوا في الموجه ديال الارتقاء، نكونوا في الموجه ديال التواصل مع الروح والذات الحقيقيه ديالنا، نكونوا في الموجه ديال صعود الترددات ديالنا، لان بالترددات والهزات او لا الاهتزازات اللي كاينه في المشاعر ديالنا في الطاقه ديالنا هي اللي غادي تعاونوا ان يكون عندنا تجليات سريعه. الارض كلها غتعيش في شي حاجه اخرى الا انت، الا انت الارض كلها تعيش انتكاسات ودمار وقيود الا انت، لان ما غتعيشيش هذاك الشيء، لان انت نويتي حاجه اخرى وركزتي ومشيتي في الطريق المستقيم اللي هو طريق الله والتواصل معه. كنبغيكم بزاف بزاف، همسه اخرى او حلقه اخرى او يوتيوب اخر.